بنسأل، بنحاول نسأل عشان نعرف هي الناس في ايه، الناس مالها، هو انتوا مرعوبين ليه؟ احنا على فكرة احنا ما بنتكلمش في كل الحاجات دي خالص الا عشان احنا عايزين الفرقة تركز في اللي هي فيه، الفريق كرة القدم يركز في اللي هو فيه. عندنا دوري وعندنا كاس وعندنا بطولة أفريقية وعندنا 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 عندنا حاجات كتيرة جدا. وبعدين الله، هو مش الأهلي لعب ماتش في الدور الثاني؟ هو انتوا افتكرتوا دلوقتي؟ اشمعنى دلوقتي؟ اشمعنى دلوقتي؟ افتكرتوا ان النادي الاهلي، ما هو النادي الاهلي لعب مع وادي دجله في بدايه الدور الثاني. دلوقتي مش عايزين، محدش، الناس مش عايزه تلعب؟ انتوا حرين، اللي مش عايز يلعب ما يلعبش. وبعدين بيني وبينكم برضو، ما هو في جدول نزل بشكل رسمي لغايه يوم 28 فبراير بشكل رسمي. نادي الاهلي جاله جواب انت هتلعب يوم 2 و8 و10 والكلام اللي انا قلته لحضراتكم ده. خلاص ده بشكل رسمي. فانا مش فاهم الحقيقه ايه حاله الرعب اللي موجوده وحاله الخوف اللي موجوده، كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ كل الناس دلوقتي عايزه تقف قدام النادي الاهلي، كل الناس عايزه تموت النادي الاهلي، وده مش هيحصل، عمره ما هيحصل. خدوا اسمعوا بس كلامي، عمر ده ما هيحصل ابدا ابدا ابدا. عارفين ليه؟ لان ده اسمه النادي الاهلي، عنده 70 80 مليون واحد بيشجعوه. وبجد بقى مش اي كلام، بجد مش اي كلام، مش مجرد كلمتين بنقولهم، ده في مصر بس غير اللي بره مصر. والدليل اعلان شركه وي اللي عامل، يعني مش عارف اقول عامل ايه بصراحه. يعني الاعلان ده يا عيني تعب ناس كتيره قوي قوي. فيا جماعه من فضلكم اهدوا كده، والنادي الاهلي ملتزم بكل القرارات اللي موجوده وهيعمل كل القرارات اللي جات له، ما عندوش اي مشكله مع اي حد. هو انتوا يعني بتفكروا كده ان انتوا تستغلوا مثلا حاله الاصابات اللي موجوده في النادي الاهلي؟ ما عند... والله ما عندنا مشكله، والله لو هنلعب بالناشئين ما عندنا مشكله. طبعا ده وجهه نظري، مش وجهه نظر حد، دي وجهه نظر انا الشخصيه. ما عندناش اي مشكله، وحصلت قبل كده ولو هتحصل 100 مره تاني مفيش مشكله. فهدوا كده، ويعني حاله الرعب اللي مسيطره. انا بصراحه ما كنتش اعرف ان النادي الاهلي، يعني دايما طول عمري عارف ان النادي الاهلي ده نادي كبير وهو الاكبر في مصر وهو كذا وهو كذا، ولكن الناس مرعوبه من 3 4 صفقات، مرعوبين مش كده يا جماعه؟